ما هو دور الجبال في مسلسل المعجزات في داخل القرآن؟ تجد كلمة أوتاد مربوطة بالجبال. ما هي كلمة أوتاد؟ معناتها اثنين في القرآن. أول شيء القومة أو آلة يستخدم من قبل الفراعنة من أجل تعذيب وقتل الناس، وهذا السبب أنت تجد ذو الأوتاد، وهذا معناتها الفرعون. لكن المعنى الثاني هذا الجزر الجبال، معناتها الشيء الذي يثبت الجبال، مثل ما أنت تثبت الخيمة بأوتاد بمسامير، وهذا المسمار اسمه أوتاد في حالة الجبال، يثبت به الأرض ويثبت به الجبل نفسه. شوف القرآن: ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا. الناس قبل 1400 سنة في وسط الصحراء، طبعا أنت تجد هناك جبال صغيرة لكن ليست عالية، كيف عرفوا إن الجبال يلعب هذا الدور في كل الأرض؟ سبحان الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.